اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده نموذج جميل من نماذج تحدي الاعاقه. صديقتنا الجميله بسبب اصابتها بالكانسر فقدت احد ثقاياها بالكامل، ورغم الصعوبات والتحديات الكتير اللي بتقابلها بتخرج للحياه باراده قويه. صديقتنا الجميله نموذج جميل للمراه القويه اللي بتواجه الاعاقه بكل شجاعه وعزيمه واصرار. رفضت الاستسلام للياس والعزله خارج مسكنها، بتخرج للحياه باراده قويه. صديقتنا الجميله نموذج جميل من نماذج تحدي الاراده بقوه ارادتها وعزيمتها، بتواجه الاعاقه بكل شجاعه ايمانها بقدرتها الخاصه كان دافع ليها لتخطي المشكله.